بسم الله. نيابة عن السيد مدير الصحة والسكان الذي يقدم اعتذاراته لارتباطاته المهنية عن هذه الجلسة، و وده يشكركم باسمه وباسم جميع ممتهني الصحة في ولاية عين تمشنت. يقدم الشكر الجزيل للأساتذة الأخصائيين لإثرائهم لهذا اليوم العلمي ما يخص الجلطة الدماغية. أنا بدوري وباسم جميع عمال المؤسسة العامة الاستشفائية أحمد بالدغري نشكركم على تلبية الدعوة، وإن شاء الله ما تكونش الجلسة الأخيرة ولا اليوم التكويني الأخير، إن شاء الله تليه أيام تكوينية أخرى. واش نقول لكم؟ بارك الله فيكم وشكرا جزيلا وعيد مبارك عليكم.